صباح الفل يا استاذ وطني. صباحك زي اللبن الحليب يا دكتور رضا. ما تنساش بقى النهارده ميعاد جلسه الكهرباء، بس سامحنا الله يكرمك انا مش هعرف اعدي عليك، بس هبعت لك واحد زيي واحسن وما تحاسبوش. ها ربنا ما يحرمناش منك يا دكتور. ربنا يديك الصحه. صباح الفل يا زغلول. صباح الخير. السلام عليكم مجدي. خلصت البلطو ولا ايه؟ خمس دقايق وكون جاهز يا دكتور. لا خمس دقايق ايه، انا كده هتاخر. هطلع انا على المستشفى وهبعد عليك قبل ما اطلع على الصيدليه ياخده منك. ماشي ماشي. بطه ايه يا دكتور رضا؟ بقول لك ايه، ايه ادي لامك بقى حقنه الانسولين دي وخليها تاخدها قبل الفطار. ماشي حاضر. ماشي. راح فين؟ ايه لا اديها لها دلوقتي، ما تخليش الواد ده يقعد يبخ في ودانك. يلا حاضر. يلا اظن كده هتنجز. ها اعتبره خلص يا دكتور. سؤال فل يا محمد. ربنا يوسع رزقك ويفتحها في وشك يا دكتور رضا. معلش سامحني النهارده انا يا عسوي. انا مش عايز منك فلوس يا دكتور رضا. يعني انت كشحات ممكن تعوز مني ايه غير الفلوس؟ تعاطف مثلا؟ حاجه للصداع، دماغي هتتفرتك. اه طيب امسك يا عسوي، بس خد بالك يا عسوي ده رابع شريط تاخده مني الشهر ده، لدرجة إن أنا شاكك إنك بتاخده تبيعه. والله أبدا يا دكتور رضا. أنت وضميرك بقى، أهم حاجة ما تاخدهوش على معدة فاضية. ما هي فاضية على طول زي ما أنت عارف. آه ده طلع البرشام ده جر رجلي يعني. ماشي. حظك حلو. امسك. ده سندوتش بيض بالبسطرمة كنت ناوي أفطر بيه، حلال عليك. مفيش حلاوة؟ يعني في الأول برشام وبعدين بيض بالبسطرمة ودلوقتي عايز حلاوة؟ مش عايز سجاير بالمرة يا عسوي؟ أنت وذوقك بقى. لا أنا سجاير مش هساعدك عليها. امسك هات لك سندوتش حلاوة حل بيه بقك. يلا ربنا يحللك الدنيا ويسكر طعمها في حركك يا دكتور رضا يا راجل يا أمير. صباح الفل يا صاصة. أهلا. صباح الفل يا دكتور. إيه الأخبار خلصت؟ والله يا الفيسبا كانت عاوزة. حتى الفيسبا عاوزة؟ أنا هلاقيها منين ولا منين بقى يا إخوانا؟ عاوزة إيه الفيسبا؟ عاوزة عمرة يا دكتور، وبعدين الموتور نعم قوي. طب بص يا صاصة، لو الفيسبا فتحتك تاني في موضوع العمرة ده قول لها إن أنت ما شفتنيش. يا دكتور صباح الفل. صباح القشطة يا دكتور. نهارك قشطة يا صاصة. نهارك أبيض يا دكتور. ألف سلامة. سلامة يا حبيبي. سلامة يا دكتور. فهمي صباح خير. صباح خير يا منيه. هو ايه المحاضره اتلغت ولا ايه؟ ده انا جاي على ملا وشي، كنت هعمل حادث. الدكتور سلم اعتذر. بجد؟ بيني وبينك احسن، لسه نايمه لغايه دلوقتي. انت فطرت؟ اه الحمد لله. طب ما تخليك كويس بقى وتعالى معايا الكافيتيريا افطر واعزمك على كوبايه شاي حلوه كده وتشرح لي كام حاجه مش فاهمها. انا هشرح لك؟ ده انت باباكي دكتور ومامتك دكتوره. هتقول ايه بقى يا سيدي؟ باب النجار مخلع، الاثنين منفضين. هتشرح لي بقى ولا هتنفض لي انت كمان؟ يا فندم وانا اقدر. اتفضلي على الكافيتيريا. اتفضلي. يا اخوانا الا لا لا الدوشة دي على جنب كده الله يكرمكم عشان الليله دي تعدي على خير. يلا يا اما خد البنت دي وتعالوا على جنب. 100 مره قبل كده قلنا الزياره الساعه 10، دكتور مدير المستشفى زمانه جاي، لو لقى الدوشه دي هيلغي الزياره من اصله. يلا يا اما يلا يا حاج بره. يلا يا كابتن.
الاخبار يا شوق؟ صباح الفل. 1670 جنيه ايراد الزياره. نعم. والعربيات اخويا؟ العربيات لسه ما حسبتش السطوح، العربيات داخله خارجه والدنيا ملبشه، مش هينفع دلوقتي. تصبر دكتور رافع. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا فرمان. شفت اللي حصل يا دكتور؟ الواد مسعد ابن اختي خد 15 يوم في النهار، واختي قلبلنا البيت مناحي. ما تقلقش، هبعت له انا محمد بير بقى عندي. لا باشا، الواد كان خارج صح سليم، والعيال شهدوا معاه. ابن الكلب اللي اسمه رضا ده شهد ضده في النيابه، راح واخد 4 في 15. وبعدين قلت لك اسكت في الموت، احنا ما بنسيبش رجلتنا. ما هو كل ده عشان يا دكتور شريطين ترامادول الواحد يسيبهم وهو واقف في العمليات. الواد يكحور الكحوره دي. لعلم ساعتك يا دكتور، انا بشوف الواد ابن الكلب اللي اسمه رضا ده ببقى عايز ارتكب معاه جريمه. الواد ده انا ما بقتش طايق خلقه امه الفرماوي. وبعدين ماشي يا دكتور، بس العلم ساعتك بقى، الواد ده لو ما لمتوش ساعتك بعد كده هيطيح فينا كلنا. فين الواد ده دلوقتي؟ لسه ما جاش يا باشا. لما يجي خليه يجي لمكتبي، انا هتصرف معاه. انت هنا حته ممرض، تنفذ اللي يطلب منك وبس. يا دكتور انت تسكت خالص وتسمع اللي انا هقول لك عليه. انت تكشف على عيانين؟ انا ما كشفتش على حد يا دكتور، ده عيان ما نامش طول الليل عشان عنده حموضه، اديته دواء حموضه فوار يعني. وانت تكتب دواء بصفتك ايه؟ اللي انت عملته ده يا استاذ جريمه، وانا مش هفوتها لك. سيادتك موقوف عن العمل ومتحول للتحقيق. يا دكتور انا ما عملتش. ومرتبك كمان موقوف لحد ما نشوف الشؤون القانونيه هتعمل ايه. اتفضل يا استاذ اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. سلام. ايه يا رضا؟ ايه؟ الساعة معاك كام دلوقتي؟ معلش يا دكتور أنا آسف جدا والله. آسف إيه؟ الأجزخانة مكركبة والمخزن جوه يضرب يقلب مش عارف ألاقي فيه حاجة. أنت مش هتروح النهاردة لما ترتبه وتعمل لي جرد للمخزن كله. تحت أمرك يا دكتور، بس كنت عايز أستسمع حضرتك في إني محتاج أقبض النهاردة. تقبض إيه؟ أنت لسه قبضك فاضل عليه أسبوع. ما أنا عارف يا دكتور، بس يعني عندي ظروف ومحتاج أقبض النهاردة. ظروف؟ ماشي، اتفضل. ربنا يخليك ليا يا دكتور وما تحرمش منك ابدا. انت الشهر ده يا رضا ليك 1800 جنيه صح؟ مظبوط يا دكتور. سحبت ادويه ب 1786، يبقى الباقي ليك 14 جنيه. 15 جنيه اهو يا سيدي. لا على ايه بقى يا دكتور؟ 15 جنيه؟ انا هاخد بيهم باكو مناديل احسن. الو مين يا فندم؟ دكتور شريف؟ اهلا يا رضا، تعال. وحضرتك اللي بتفتح الباب بنفسك يا دكتور شريف، انت معكش حد ولا ايه؟ انا قاعد لوحدي، تعال اتفضل. تعال تعال يا رضا، تعال. تقعد يا ابني. ما يصحش يا دكتور. يوه اقعد يا رضا وخلصني. انا عارف حضرتك بعت لي ليه يا دكتور، بس انا قلت اللي يمليه عليا ضميري وشهادتي شهاده حق. انا شفته بعينيا دول بيبيع ترامادول قدام المستشفى. انسى الكلام ده كله دلوقتي، انا بعت لك عشان حاجه تانيه خالص. حاجه تانيه ايه بس يا دكتور؟ دول وقفوني عن العمل وحولوني للتحقيق، حتى المرتب وقفوه. لو اني دفتر الروشتات اللي قدامك ده. حاضر يا دكتور اتفضل. السيد مدير الشؤون القانونية بخصوص الممرض رضا
عبد ربه الشربيني؟ الشنديدي. الشربيني الشنديدي يا فندم. الشنديدي حضرتك بتتلخبط فيها من ايام الكليه. برجاء عودته الى العمل فورا وصرف كافه مستحقاته الماليه. نعم خلاص ارتحت. كتر الف خيرك يا دكتور، والله انا مش عارف اقول لك ايه، ربنا يعلي مراتبك قادر يا كريم. دلوقتي بقى عايزك تركز معايا كويس يا رضا. حاضر. فتح لي ودانك واسمعني، ما تتخضش من اللي هقوله لك. ها؟ حاضر. انا اخترتك انت بالذات يا ابني لاني عارف واثق ومتاكد ان طول عمرك واد جدع وشه ومخلص، وعمرك ما عملت حاجه وحشه في حياتك. وانا من ايام ما كنت بدرس لك في طب وانا عارف كده كويس عنك. مش بس كده يا دكتور، حضرتك كمان اللي عينتني في المستشفى، وانا بصراحه ما اقدرش انسى فضل حضرتك عليا. والله العظيم كنت متاكد ان حضرتك لا يمكن يرضيك ابدا اللي بيعمله فرماوي والدكتور رأفت في المستشفى. يرضيني؟ انا اوسخ من فرماوي ورأفت بكتير. تحب اعيدها لك؟ انا اللي قدامك ده أوسخ من فرماوي ورأفت 100 مرة. طب وليه حضرتك يعني بتقولها مرتين ليه؟ يعني ما يصحش، أكيد في حاجة غلط. لا مفيش حاجة غلط، هي دي الحقيقة يا رضا. احنا ارتكبنا جرائم أبشع مما تتصور، عملنا حاجات وحشة كتير قوي. ما كناش لوحدنا، كان ورانا ناس، مش ناس عادية، ناس لما هقول لك اساميهم دلوقتي هتقع من طولك. ايوه طب انا مش قادر افهم ايه المطلوب مني بالظبط، يعني اقع من طولي؟ لا انا مش عايزك تقع، بالعكس انا عايزك تصمد طولك عشان لو جرالي اي حاجه يا رضا تاخد المستندات والمعلومات والادله وتجري بيها على طول على النائب العام. ثانيه واحده يا رضا. اتفضل يا دكتور. ايه ده؟ دكتور شريف اوسخ من فرماوي ورأفت 100 مرة؟ لا طبعا انا مش مصدق. الحمد لله الحمد لله. دكتور شريف، دكتور شريف، دكتور شريف، دكتور شريف، دكتور شريف، دكتور شريف، دكتور خير؟ دكتور ايه ده؟ دكتور في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ امال احمد عبد العزيز سته من دكتور شريف؟ دكتور شريف؟ دكتور شريف؟ Thank you.
الكشف الظاهري هو واخد رصاصه في مكان صعب، عمل التهتك في القفص الصدري، وربنا يستر بقى ما تكونش احتكت بجدار القلب. بص يا دكتور ما تشغلنيش بالتفاصيل، يعني هو هيقوم منها. ربنا قادر على كل شيء، وبعدين الحمد لله ان هم بلغونا بسرعه، لولا كده ما كناش لحقناه. طب كويس ان هم بلغوك بسرعه. هم مين بقى؟ استاذ اللي واقف هناك ده. طب بص يا دكتور مش عايز اعطلك، بعد العمليه عايز تقرير طبي مفصل وتبعته لي في اسرع وقت. ان شاء الله. شكرا. شكرا. يا امين. تمام يا فندم. شايف اللي هناك ده؟ تروحوا تجيبوا لي على البوكس. حاضر يا فندم. قلت لي بقى يا رضا انك تمرجي في المستشفى. مظبوط يا فندم. طب مش غريبه دي؟ ايه اللي يودي تمرجي في المستشفى لمدير المستشفى البيت؟ كنت رايح له ليه؟ اصل انا الدكتور شريف بالنسبه لي يعني مش مجرد مدير المستشفى، ده كان استاذي وهو اللي معيني في المستشفى. استاذك؟ لا اشرحها لي دي. اصل انا كنت طالب في كليه الطب من 10 سنين تقريبا، والدكتور شريف كان متوسم فيا خير وكان بيحمسني. يعني كنت طالب في طب وما كملتش؟ يعني ظروف سيادتك. طيب نرجع برضو للسؤال، كنت رايح له ليه؟ اصل انا كان عندي مشكله في الشغل وهما كانوا واقفيني عن العمل وواقفين مرتبي، فانا كنت رايح له عشان اشتكي له. حتى هو سيادتك يا فندم مضالي على الورقه دي عشان يرجعوني الشغل ويرجعوني المرتب. تمام. الورقه دي بقى يا رضا بتقول ان اخر مكالمه عملها الضحيه لتليفون اخره 678. تليفونك ده صح؟ صح يا فندم. طب مش دي غريبه برضو؟ هو اللي مكلمك؟ اصل انا يعني رحت له مكتبه في المستشفى عشان اشتكي له ما لقيتهوش، فاكيد يا فندم مدير مكتبه هو اللي بلغه. ايه العلاقه الغريبه دي؟ يعني الراجل بيحبك قوي، مهتم بيك قوي، علاقه قويه. انا مش مشتريها الحكايه دي. والله العظيم هو ده اللي حصل يا فندم. ماشي. امضي على اقولك يا رضا واستناني بره شويه. حاضر يا فندم. أنا مش عارف أوصف لسيادتك إيه اللي جرالي بعد ما سمعت الخبر. أصلي الدكتور شريف ده مش مجرد طبيب عادي أو أستاذ فاضل وبس، لأ. دكتور شريف صديق، ومش أي صديق، ده أقرب صديق لقلبي. الله يرحمه ويحسن إليه. هيدخله فسيح جناته. الدنيا وحشة يا باشا. هو وابنه في ما فيش 24 ساعة. سبحان الحي الذي لا يموت. بس من أقوالك كده يا دكتور حضرتك ميال أكتر لفكرة الانتحار، مش كده؟ والله الفكرة دي مسيطرة عليا بنسبة 90% تقريبا. 90%؟ ده لسببين. السبب الأولاني إن الدكتور شريف يعني إنسان مسالم وفاضل ومحبوب، ما أعتقدش إن يكون ليه أعداء. الله يرحمه كان مرهم حضرتك يتحط على الجرح يبرد. والسبب التاني؟ السبب التاني إن أنا لما زرته آخر مرة بصراحة ما عجبنيش. كان مكتئب وكان تعبان، تقريبا كان كاره الدنيا. أعتقد ده بسبب الصدمة اللي حصلته عشان ابنه. أنا لما نزلت من عنده كنت خايف عليه جدا جدا جدا. مش كده يا فرماوي؟ حضرتك كنت خايف فعلا. عموما أنا عايزكم تطمنوا على الآخر، الحقيقة أكيد هتبان. دكتور شريف دلوقتي في العناية المركزة وفي أمل كبير قوي إنه يعيش. هو ما ماتش؟ لا ما ماتش. والله طمنت هنا. انت ما تعرفش جنابك الخبر ده يعني اسعدني قد ايه. ربنا يرجعهن بألف مليون سلامة. طب استاذن سيادتك انا يعني اطمن عليه في المستشفى، ممكن؟ طبعا ممكن. يلا فرماوي نطمن. نطمن ما فيهاش حاجة. Thank you.
باشا سيادتك عايز مني حاجه تانية؟ لا يا رضا تقدر تروح دلوقتي وانا لو عملت حاجه تانية بعد كتر خيرك. هتعوزه في ايه تاني يا باشا؟ ده غلبان ده بيجري على كملح. خلاص يا ابني لا يمكن يمد ايده على حد ابدا اسالنا انا. خلاص يا ده ما يعرفش يذبح فرخه. خلاص يا ابني لا ليه لا في بلطجه ولا في اكل يا باشا حرام عليك. خلاص يما ابوس ايدك خلاص اسكتي شويه بقى. سكت امك مش هتقدر غير لما تحبسك يا بيه. انا غلطانه انا غلطانه اللي بحامي عنك حقكوا عليا. يلا يا اخويا خد مراتك من هنا وهاويني. حاضر. وانا هروح انا وفهمي. ياخدني ايه يا خالتي دي الساعه بقت 12. يا اختي ياخد له بوسه ولا حضنين بالالف جنيه اللي احنا دفعناه. مش جوزك. بصراحه ماما عندها حق. عندها حق ايه؟ احنا كده ممكن نتاخد اداء. يا اشرف ايه؟ يا اشرف بيه انا متاكد من اللي انا بقوله لك. الدكتور شريف ما انتحرش، الدكتور شريف اتقتل والله العظيم اتقتل. يا ابني المسدس اللي اتضرب بيه مسدسه والطلقه اللي جت فيه خارجه من خزنه مسدسه. خلاص بقى يا رضا انت هتعرف اكتر من الباشا. عدي يومك اللي مش فايده. انت مين انت؟ انا مراته يا باشا، مكتوب كتابنا بس شكلنا كده مش باين لنا جواز. يا فندم انا كنت قاعد معاه وكنا قاعدين بنتكلم عادي جدا ومضالي على الطلب اللي انا كنت عايزه وقام عشان يفتح الباب. معقوله يكون انتحر فجاه؟ اسمع يا رضا، كل التحريات بتقول ان انت كنت اخر واحد عنده ومحدش راح له بعدك، يعني لو اتقتل يبقى انت اللي قتلته. ها ايه رايك؟ اتقتل ولا انتحر؟ انتحر يا باشا. لا انا شايف انه اتقتل ورضا نورنا هنا شويه. لا يا باشا هو انتحر. يلا بقى يا رضا والنبي قدامي. والله العظيم اتقتل. كان انت يا رضا. يلا بقى يلا بقى قدامي. بقول لك قدامي. انت ايه عايز تودي نفسك في 60 داهيه؟ احنا مالنا احنا اتقتل ولا انتحر ولا اتهبب على عين امه؟ هو كان من بعيد عيلتنا. ده كان بعيد لي عشان يفضفض معايا ويحكي لي بلاوي عن اللي خربين المستشفى. يا سلام. وهو ايه يا اخويا مش واحد من اللي خربينها؟ ايوه بس حب يتوب ويكفر عن ذنوبه بس للاسف ما لحقش. خلاص يا رضا معلش ما تزعلش نفسك. صابرين انا متاكد ان الدكتور شريف اتقتل ما انتحرش، ومتاكد كمان ان اللي قتلوه هم اللي كان عايز يفضحهم. طب واحنا مالنا بكل ده؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي يا صابرين؟ المستشفى دي بيتعالج فيها الناس الغلابه اللي زينا وزي اهالينا، يعني لو حد فيهم دخل المستشفى دي يا عالم هيجرى فيه ايه؟ عايزانا اسكت ازاي؟ طبعا يا رضا انت عارف اننا مانع عنه زيارات. عارف يا فندم. بس انا خليك تدخل علشان انت اللي انقذت حياته. طب يا ترى دكتور في امل يعني ان هو يفوق ان شاء الله؟ ان شاء الله الامل في ربنا كبير. خمس دقايق رضا زي ما اتفقنا. اوكي تحت امرك يا بعد اذنك. اتفضل. شكرا رضا. تحب ادخل معاك؟ لا خليك انت يا صبري. انت ليه اخترتني انا بالذات؟ ليه بتحطني في الامتحان ده؟ انا حته تمرجي لا راح ولا جه. طب كنت تختار حد يقدر. طب لو كنت شايفني انا اقدر ساعدني باي كلمه. مين امال دي يا دكتور شريف؟ طب ستة بيه دي تطلع ايه؟ مش أنا ابنك وتلميذك اللي استأمنته على سرك؟ ساعدني بأي حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ بتحط ايه في الكبد؟ ده فيتامين. فيتامين ايه؟ وريني الحقنه دي. ده انت مالك انت؟ دي شغلتي انا. دي شغلتي انا كمان. هات الحقنه دي بقول لك. يا امن يا امن يا امن.
يا عم استنى انا رايح فين ودي انا عتاك يا عم عصافي يا عم يا عم صابرين 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 انت كويسه انا كويسه يا رضا بس انا مش عارفه ايه اللي مخليني بحبك وعايزه اتجوزك كانوا عايزين يقتلوه يا صابرين عشان يصدقوا انه ما انتحرش بقولك يا رضا انا عايزه اروح كفايه بقى اللي حصل بقى النهارده كده كتير هروحك حاضر هروحك والله بس في مشوار مهم قوي لازم اعمله مشوار ايه تاني يا رضا مشوار ايه تاني ضراع يا عم رضا طلعت لي في البخت هو مفيش غيرك في الاسم ده ولا ايه يعني هو بمزاجي يا اشرف بيه شكله كده بمزاجك يا رضا مرة جاي لبطولك مرة مجرجر أهلك وجاي ومرة جايب لي خطيبتك يا ابني احنا في اسم مش في دريم بارك يعني انت سيادتك عايزني أشوف جريمة قتل قدام عينيا وطنش أنا بعمل اللي يمليه عليا ضميري يا فندم والباقي بقى بتاع سيادتك أنا ماليش فيه استغفر الله العظيم يا رب سيادتك في صوت كده ده حضرتك؟ لا ده الكرسي بايظ وأنا قايل لهم كذا مرة يصلحوه خلينا في القضية ايه بقى اللي خلاك تشك في موضوع الازازه والكانولا اقول لسيادتك الراجل وهو بيحط السائل جوه الكانولا كانه اول مره يعمل الحكايه دي وبعدين دي شغلتي يا باشا وبعدين يا باشا لو ما فيش حاجه غلط في الموضوع كان هيفقعني البوكس ويطلع يجري ليه الله يفتح عليك يا صابرين قولي لي يا حبيبتي هي لسه بتوجعك قوي يا رضا دي احمرت الف سلامه عليك يا روحي الف سلامه خايفه قوي تزرق لا لا ما تقلقيش ان شاء الله واضح كده ان انا بحقق معاكم في وقت غير مناسب تحبوا تشربوا حاجة؟ سحلب اجيب لك سحلب؟ ما بس يا ابني ركز معايا حد فيكم شاف الراجل ده كويس؟ انا ما شفتش حاجة يا باشا انا اول ما اتضربت البوكس في خلقتي ما شفتش قدامي انا بقى شفت كل حاجة يا فندم ومستعد اقول لك مواصفاته بالملي امسك يا صبحي عاوزك تختفي خالص مش عاوز اي حد يعرف لك طريق جرة سافر البلد روح في اي حتة حد ما نشوف هنعمل ايه بس دول قليلين يا دكتور احنا كنا متفقين على مبلغ هو كنت انت نفذت اللي احنا اتفقنا عليه ما انت خبت خيبه كبيره كمان احنا ربنا ان انا بدي لك اي حاجه من اساسه امشي مقهور من وشي بطل قسما بالله انا اللي بلغ عنك خلاص خلاص يا صبحي اتكل انت على الله ما تعصبش الدكتور خد بالك من نفسك وانت ماشي 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 يا فرماوي مهلك شو يا دكتور مش كده مش عارف الدكتور شريف ده ايه محجب مش ده المهم يا دكتور المهم احنا هنعمل ايه مش هنعمل اي حاجه دلوقتي لحد ما نعرف ايه اللي حصل بالظبط عاوزك تروح المستشفى وتعيش كده تبلغني اول باول من غير ما حد ياخد باله تمام يا دكتور ايه ده ايه يا ناديه في ايه بس انت جيت تنام هنا يا رضا معلش معلش اصل انا ما نمتش من امبارح خير طب قوم كلم المدير عايزك يا عم خلص بقى يلا انت ايه اللي عملته امبارح ده يا بني ادم انت يا فندم انا ما عملتش حاجه والناس كلها كانت واقفه وتشهد على الكلام ده بقول لك ايه اللف والدوران ده ما يمشيش معايا انت هتطلع من هنا على الشؤون القانونية وهناك تقول اللي انت عايزه ولو ثبت انك مدان هوديك في 60 داهية ليه بس كده يا فندم؟ انا قرار فاصلك قدامه اهو وانا اللي مش عاوز امضي لحد ما نتيجة التحقيق تطلع يا فندم والله ما عملت حاجة فرماوي هو اللي اعتدى عليا وبعدين معاك انت تقول لي فرماوي وهو يقول لي انت انتوا هتشقطوني البعض ولا ايه؟ يا فندم والله العظيم انا ما عملت حاجة اسمع انا صبري خلاص نفس وانا لما بتعصب ما بشوفش قدامي ولو ثبت انك مدان اقسم بديني لا تجينك انت فاهم روح شوف شغلك شوف يا استاذ رضا انت موقفك صعب جدا الموضوع مش بس ممكن يوصل للفصل النهائي عن العمل لا ده ممكن يبقى جنايه ويوصل للسجن كمان هو انا عملت ايه يا سيادتك اولا قمت بسب مدير المستشفى ونائب المدير بألفاظ نابية يعاقب عليها القانون وأمام جمع من الناس يعني سب وقذف وخدش للحياء العام أنا؟ وكل الشهود أكدوا الكلام ده ثانيا أنت اعتديت بالضرب على فرماوي حسين وأحدثت له جروح قطعية أنا؟ والتقرير الطبي والشهود أكدوا برضو الكلام ده ثالثا أنت قمت بإحداث تلفيات بالمستشفى
تكلفة إصلاحها يتجاوز ال 20,000 جنيه. أنا يا فندم؟ هو أنا كل ما أقول لك حاجة هتقول لي أنا أنا؟ أنا آسف يا فندم، بس الحقيقة يعني أنا مش قادر أصدق اللي أنا بسمعه بوداني. يعني إيه؟ أنت بتنكر إن ده حصل؟ لا يا فندم، الحقيقة إن كل الكلام اللي مكتوب قدام حضرتك حصل فعلاً. سب وقصف وتلفيات وألفاظ نابية، بس الحقيقة إن أنا ما عملتش ولا حاجة من دول. يعني إيه؟ هما اللي أتلفوا وشتموا وكسروا وعملوا كل حاجة؟ تحب تشوف بنفسك يا فندم؟ أشوف إزاي يعني؟ يا نهار اسود، يعني كل دول شهد زور؟ دول مش شهود يا فندم، دول مجرمين وعايزين يلبسوها لي عشان يقدروا على مصايب تانية كتير هم بيعملوها. وانت صورت ده ازاي؟ الحقيقة انا ما صورتش حاجة، ده واحد من اهالي العيانين هو اللي صور الفيديو وبعتهولي. ايوه يا رضا، بس ده مش قانوني ومش هيعتد بيه في التحقيق. انا عارف يا فندم انه مش قانوني، وفي النهاية الموضوع في ايد سيادتك. عايز تحكم بالورق اللي قدام حضرتك انت حر، عايز تحكم باللي شفته بعينيك وسمعته بودانك برضو انت حر، وفي الحالتين انا راضي بحكم سيادتك. ايه صباح الخير يا دكتور، قالوا لي ان حضرتك عايزني خير في حاجة. تعال يا فرمان، عايزك. أنا لسه راجع من مكتب الشؤون القانونية دلوقتي، أول ما جيت الصبحية رحت لهم عشان عاوز أعرف إيه اللي حصل في موضوع رضا الزفتي ده. خير يا دكتور، رفض مش كده؟ لا، حفظوا تحقيق وهيرجع تاني الشغل. يرجع فين يا بيه؟ لا، أنا معايا تقرير أطلع بيه على النيابة وأخربها على دماغهم. اقعد بس اقعد، مش عاوز دوشة أنا. هو أنا لسه عملت دوشة؟ يا ابني قلت لك اقعد اقعد. الله، ماشي ماشي. الموضوع مش بالبساطة اللي انت شايفها كده في رمضان. يعني ايه يا دكتور؟ كلام المحقق ده ما عجبنيش، شكله كده كان قالب عليك بشكل غير طبيعي. طب وساعتك ما اتكلمتش معاه ليه وعرفت القصة؟ ما هو ده اللي قلقني اكتر، حاولت ان انا افهم منه بس ما رضيش يقول. حاسس كده ان هو شايف حاجة ومش عاوز يتكلم فيها. انت كده هتقلقني اكتر يا دكتور. شوف فرماوي، كل اللي طالبه منك الايام اللي جاية دي ان انت تهمت حبتين، تسكت، ما تعملش اي حاجه. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ طب والواد اللي اسمه رضا؟ يا اخي مالكش دخل بالاسم رضا ده، ما تحتكش بيه خالص، افهم بقى. يعني يا دكتور، يعني سيبها تعدي بالسهل كده والواد ده يبقى علم عليا قدام المستشفى كلها؟ وبعدين بقى معاك في لعب العيال ده؟ قلت لك اهمل شويه لحد ما نعرف ايه الحكايه بالظبط، بعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله، انما دلوقتي تعمل اللي انا بقول لك عليه بالحرف الواحد، فاهم؟ فاهم يا دكتور، فاهم. اتفضل يا دكتور. ايه يا فرمان، دفعت فلوس متبرعه؟ تمام يا باشا، 80,000 جنيه بالتمام والكمال، حطيتهم في الامانات قبل ما الست تخش العمليات. كويس كويس. كم دول؟ كم دول يا باشا؟ دول 10 بواكي. ما تخليهم 15، والله ما طلع عيني مع الست دي. ما انت حمار، 80,000 جنيه في كليه؟ ما هو فين طبير اللي عاوز يخلص ب 30 وب 40؟ طب بذمتك انت واخد كام من الست دي؟ وشرفك يا باشا، ما خدت منها مليم احمر، بس بسرعه الست صعبت عليا، غلبانه، تصدق سعادتك بتبيع كليتها عشان تعمل عمليه لبنتها؟ يا واد الحنين اللي نزلت عليك مره واحده دي، ما انت زي المنشار، طالع واكل نازل واكل من البايع المشتري، هتعملهم عليا ولا ايه؟ انا؟ طب والله العظيم. بس 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 خلاص، خد بس مش دافع بعد كده ولا مليم. وكم دول يا باشا؟ 2000 جنيه. يلا امر لله، كفى علينا الثواب. ايه؟ الثواب.
صدق وتؤمن بالله رضا. لا اله الا الله. مش انا ظابط وعندي قواضي وهم ما يتلم والبيت فيه مدام وعيال، بعد كل ده بنام احلم بيك انت؟ طب احمد ربنا بقى يا باشا ان انت ما بتحلمش احلام زي اللي انا بحلم بيها. بعيد عنك حاجه رعب. وبعيد عني ليه؟ ما هو عندي اهو. هو انا لما احلم بيك ما يبقاش رعب؟ وايه الرعب في كده يا باشا؟ كفايه ان انا بشوفك وانا صاحي يا رضا، هيبقى وانا صاحي وانا نايم. ارحم امي بقى. يعني هو ذنبي يا باشا؟ ده انا جاي وجايب لك بلاغ لوز. بلاغ لوز؟ حراميه يا باشا، شويه حراميه وشغالين عندنا في المستشفى بيتاجروا في النفايات الطبيه، لسه محملين حالا عربيه واتحركوا بيها بالمستشفى. وانا صورت لك كل حاجه يا باشا ومسجلها لك هنا على الموبايل اهو، وسمعت ان هما متحركين على المريوطيه. الو عمليات. عربيه نقلب رقم 8429 لام سين خارجه من مستشفى الشعب ومتجهه على شارع المريوطيه. ومحملك كرومب يا باشا. ومحملك انت جاي تبلغ عن نقل الكرومب يا رضا؟ للتمويه، الكرومب ده للتمويه يا باشا، النفايات الطبيه موجوده تحت الكرومب. العربيه محمله كرومب يا فندم. محمله ايه؟ كرومب للتمويه سعادتك، النفايات تحت الكرومب ان شاء الله. انا ما غير التفريش. كرومب؟ انت متاكد يا رضا؟ عيب يا باشا، هتشوف بنفسك. انا حاسس ان انا اتسرعت. هات لي فطار وشاي فولي. حاضر يا باشا. اه ياما صباح الفل يا اشرف بيه. هو يوم مش معدي. فيا رضا؟ ايه يا رضا على الصبح؟ انا لسه ما فطرتش، لسه حتى ما شربتش كوبايه الشاي يا اخي. جايب لك قضيه مقشره يا باشا، اكبر عصابه لتجاره الدم في مصر. لا وايه؟ جايبها لك بالراس الكبيره كمان وبالادله والمستندات. يا رضا يا رضا انا لسه ما فتحتش عينيا. ما انا قلت بقى يا سلام لو تفتح عينيك على المفاجاه الحلوه دي. وبرضه النسر بتاع سيادتك محتاج دبوره تونسه. ايه جو مراتي ده على الصبح؟ الفطار يا باشا. هات يا فول. الف هنا يا باشا. الله يهنيك يا سيدي. معلش بقى انا هستاذنك في كوبايه الشاي دي لان انا مطبق من امبارح وما نمتش. هات شاي غيره لاشرب بيه يا فول. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. ايه يا رضا؟ الشاي ده بتاعي يا ابني، ببلع بيه اللقمة على الصبح. المعلومات بقى اللي انا جايبها لسيادتك هتبلع بيها الزلط مش اللقمة. اهم حاجة نسرع في الاجراءات عشان المتهم نايم دلوقتي وعايزين نلحقه قبل ما يصحى، فانجز. حاضر. نعم قصدي انجز سيادتك يعني. في صابرين؟ يا صابرين يا راحت فين؟ ايه ده؟ انت يا بني ادم، يا بني ادم اصحى، انت يا طور. اوه انت في 70 نومة، ما تصحى وكلمني. شفت صابرين؟ الست اللي كانت هنا امبارح. يعني ايه ما خبرش؟ طب اطلع لي هنا بسرعه يا غبي. يا بني ادم انت نايم على ودانك ولا ايه؟ خير يا بيه؟ في ايه؟ ازاي البنت تخرج من غير ما تشوفها؟ وانا عارف منين يا بيه؟ ما كل مره بيجوا ويباتوا وبيمشوا مبسوطين، اشمعنى المره دي عاد؟ البنت دي نيمتني واكيد سرقت حاجه. يا ما حذرتك يا بيه وقلت لك السكه دي عويه واخرتها سودة، ما صدقتنيش. اشرب عاد. انا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا حيوان؟ ادخل دور معايا كل حاجه اتسرقت كده ولا كده. يلا اتفضل. دور. كل مرة يتعك ويتنيل على راس اللي خلفوه ويمسك فيا، انا اعمل لك ايه انا؟ المزاز داخل وطالع من حاجة. انا خليك انت، انا اللي هفتح. افتح تلاقيها مزة جاية تعمل صباعها.
دكتور شوقي الغياتي؟ ايوه انا، في ايه؟ حضرتك انا معايا امر من النيابه بتفتيش الفيلا. تفتيش ايه وكلام فارغ ايه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ حضرتك انا عارف طبعا انا بكلم مين، بس ده امر نيابه ما يفرقش معاه مين قصاده. ده كلام فارغ، انا هوريك اذا كان يفرق ولا ما يفرقش. دكتور شكري ملوش لازمه اللي انت بتعمله ده، عشان الفيلا هتتفتش هتتفتش. تمام يا فندم. طب روح انت. طب اسيبكم مع بعض شويه. متشكرين يا دكتور. نور يا دكتور. عامل ايه يا شكري؟ اسمع يا رأفت، انا ماسك لساني لغايه دلوقتي، لكن انا مش هشيل الشيله لوحدي، انا بقول اهو. ايه ده؟ ايه ده شكري؟ المواقف اللي زي دي بتبقى عاوز هدوء وترتيب افكار. ترتيب افكار ايه؟ يعني اقعد لسه ارتب افكاري لحد ما الاقي نفسي لابس تعبيده؟ شت. الباشا بذات نفسه موصين ان انا اقوم لك اكبر محامين في البلد، ان شاء الله هيلاقوا خطا في الاجراءات. اجراءات ايه وخطا ايه؟ دول ظبطوا كل حاجه، الاوراق والمسندات معاهم، يعني انا كده لابس رسمي. انا بس اللي مجنني ازاي الموضوع ده تم؟ معرفش. معرفش ازاي؟ شكري انت كنت لوحدك في الفيلا؟ ها؟ كنت لوحدك في الفيلا؟ ايوه. شوف يا شكري، اذا ما قلتليش كل حاجه بالظبط انا مش هقدر اعمل لك اي حاجه. ما كنتش لوحدي. كان معاك مين بقى؟ كان معايا بنت حلوه كده اتعرفت عليها في الكباريه. تفتكر البنت دي هي اللي بلغت عنك؟ ما اعرفش يا رأفت، بس ما افتكرش البنت دي غلبانه. والله انت اللي غلبان، ما مش بعيد يكون مرشده ولا حد زقيقه عليك عشان يوقعك. طب مين اللي عايز يعمل معايا كده؟ انا عارف بقى، ما انا قلت لك بطل مصايبك دي وانت مفيش فايده. خلاص بقى رأفت، سيبنا من السيره دي. عندك حق، نسيبنا من السيره دي. اهم حاجه عندي دلوقتي ان انت تروق كده وتثبت، واحنا ان شاء الله مش هنسيبك. الله، طعمها حلو قوي، انا شبعت. يلا بقى قدام. ما تبص يا رضا بقى. الله يا رضا، ما قلت لك ما ورناش حاجه، الليل قدامنا طويل يا اخي، اقعد بقى. عايزك تدوق الاكل كده وتقول لي رايك، لسه ما دخلناش في التقيل. ماشي. مين الغبي اللي جاي في ساعه زي دي؟ مش عارف. اشرف بيه. ازيك يا رضا؟ دي خطوه عزيزه يا باشا، اول مره تشرفني في بيتي يعني. لا للاسف يا رضا، انا مش جاي زياره، انا جاي المره دي في شغل. انا كان قلبي حاسس ان انتوا هتشغلوني معاكم في البوليس. والله لا، انا جاي ومعايا امر بالتفتيش يا رضا. تفتيش ليه يا باشا؟ خير؟ هتعرف دلوقتي. مراتك جوه؟ اه موجود. طب قول لها تداري بسرعه. سكه يا صابرين. اتفضل يا رضا. تعالى قد انت وهو، خشوا فتشوا البيت ده حته حته. يلا بسرعة. في ايه؟ في ايه يا رضا؟ والله العظيم ما اعرف حاجة يا صبري. لقيت الحاجات دي يا باشا. ايه ده يا رضا؟ معرفش والله، بس شكلها كده ادويه من بتاعه المستشفى. وايه اللي جابها عندك؟ معرفش، انا اول مره اشوفها هنا. اول مره تشوفها هنا؟ وايه ده كمان يا رضا؟ اول مره تشوفهم برضو؟ هو في ايه يا اشرف بيه؟ في ان جالنا بلاغ ان انت سارق ادويه مخدره من العقده بتاعتك، وانك بعت جزء منها. وادي الدواء، وادي الفلوس. لا الكلام ده كذب، الكلام ده ما حصلش. ودول برضو كذب. هاتوه يعني ايه؟ والله العظيم يلا يا باشا، ما عملتش حاجة والله. يلا يا باشا، والله ما عمل حاجة. يا باشا يا باشا والله يا رضا.
يا اشرف بيه سيادتك عارفني كويس. لا يا رضا انا ما اعرفكش، انا ما اعرفش غير الادله اللي قدامي وبس. واللي فات كله يعني ممكن نقول عليه كده تمثيل، بس من ممثل شاطر بصراحه. برافو يا رضا، كنت هايل. وسيادتك مصدق اللي انت بتقوله ده؟ وما صدقش ليه؟ انا الشغلانه بتاعتي دي يا رضا علمتني ان انا اصدق اي حاجه من اي حد في اي وقت، وبعدين احنا في زمن ما فيهوش حاجه ما بتتصدقش. طيب لو افترضنا ان اللي سيادتك بتقوله ده صح، انا هعمل كده ليه؟ هقول لك انا يا سيدي، يعني عشان لما تقع زي ما حصل كده تيجي تقول لي بقين الصعبانيات دول وتصعب عليا واصدقك. بلاش دي، اختلفت انت والبرديتا وعايز تخلص منهم، فجيت لي عشان اخلصك وتبقى بطولك لوحدك كده في المستشفى رئيس تمريض وكل حاجه ايدك عليها. سيادتك هو انا لو بالذكاء ده كله هروح اسرق ادويه من دولاب في عهدتي وانا اللي ماضي عليها بنفسي عشان اودي نفسي في مصيبه؟ سيادتك اللي عمل كده عمل كده عشان ياذيني انا، وانت عارف كده كويس. بقول لك يا رضا، ما تشغلنيش بالكلام ده، ما تصدعنيش. اللي عندك كله في النيابه يا ابن الحلال، ويا ريت تلاقي حد يصدقك اصلا. ماشي يا اشرف بيه، سيادتك تقدر تقفل المحضر وما تقلقش، انا معايا ربنا. سيدي الرئيس، ان هذا المتهم الماثل امام عداله حضراتكم اليوم لم يرتكب جرما واحدا يوصف بالجنايه، وانما ارتكب من الاعمال الاجراميه ما يوصف بالجنايتين الواردتين بالوصف الوارد باوراق القضيه. الجنايه الاولى وهي اختلاس جواهر مخدره والتي كانت في عهدته حال كونه موظفا عموميا بمستشفى الشعب الحكومي، واقترنت هذه الجريمه بالجريمة الثانية وهي الاتجار بالمواد. امال داخل سخنة قوي على الواد كده ليه؟ والمتحصلة محدش يقول له يسكت شوية. الاختلاس آنفة البيان. سيدي الرئيس، ان هذا المتهم الماثل امام عدالتكم باع ضميره من اجل الحصول على المال، فدمر العقول الشباب والشيوخ وخرب بيوتا ودمر عائلات، فماذا أنتم فاعلون مع هذا المجرم الأثيم والذي وبالتناقض المريع يعمل ممرضاً في هذه المستشفى؟ المفترض أنه يخفف أوجاع المرضى ويشعر بألمهم، مما يؤكد أن الجريمة متعصلة بداخله، ولذلك بأطالب بعدالة حضراتكم بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم تطبيقا لنصوص مواد الاتهام 34 و42 والوارده بامر الاحاله. شكرا سعاده الرئيس. الدفاع يتفضل. انت على طول مأخرنا كده يا شوقي. متقلقش يا ريس هنلحق. صاحبك كده شكله هيلبس احمر. يا عم ما يلبس، الواد ابيضاني ومكلبز والاحمر عليه هيبقى زي الفل. النبي صعبان عليا الواد. ما يصعبش عليك غالي، يلا مد عشان نلحق الحكم. محكمة! بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الشعب، بعد الاطلاع على أوراق الدعوة وما قدم فيها من مستندات ومذكرات، وبعد سماع مرافعتي النيابة والدفاع، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء على المتهم رضا عبد رب الشنجيدي بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأي الجلسة. ماما يا ريتا يا ريتا. ماما لا يا فهمي، انت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ مين قال لك ان هو كلام فارغ؟ انا لسه جاي من عند المحامي، هو اللي قال لي. محامي يا خوفي من ده محامي، ربنا ينفخ في صورته النهارده يا رب. سيد الرئيس، ان القاعده الفقهيه والقانونيه التي نتمسك بها جميعا في هذا المحراب المقدس، محراب العدالة، أننا قد نسمح أن يفلت مجرم من العقاب أهون بكثير من أن نحكم بالإعدام على بريء. إن الشاب المتهم بالإتجار في المخدرات واختلاس مواد مخدرة من المستشفى التي يعمل بها
هو من أسرة مصرية تعيش بالكاد، وهو عائلها الوحيد. إنه يعمل ليل نهار لكي يوفر لأسرته حياة كريمة. كان رضا الشديد هو مين اللي جاب الراجل ده؟ مش عارف. الممرض الذي شهد له عمك بلا وكسة وضافة اليد والجد والاجتهاد في عمله. لم يضبط يوما ما وهو يأتي بأي عمل مخالف للقانون، بل إنه كان سببا مباشرا في القضية الأخيرة التي هزت الرأي العام، قضية الدكتور شكري الغياتي. وقد شهد رئيس المباحث المنطقة بأنه هو الذي ساعده بشكل مباشر في كشف تلك القضية التي هزت الرأي العام. فهل من يحارب هو مين جاب الأستاذ؟ هو لقيته جاي ويطلب إن هو يترفع في القضية. ده أستاذنا كلنا وما أقدرش أقول له لأ. وإن هذا الشاب بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. أنا أعلم أن المحكمة الموقرة تحكم فيما بين يديها من أوراق، ولكن أطمع في رأفة هيئة المحكمة الموقرة، أطمع في أن تنظر بعين العطف لذلك الشاب المسكين الذي عاش حياته كلها عنوانا للشرف والأخلاق والمبادئ، لتأتي هذه الجريمة فجأة من خارج اللاسياق دونما دوافع جديدة أو أسباب ظهرت فجأة ودون أن يظهر أثرها على حياته أو معيشته. شكرا. الحكم بعد الدولة. يا عم فرماوي، تفتكر كده يا عمنا ان الحكم ممكن يتخفف عن الواد ده؟ يا عم ما يتخفف، عايز خاطره كارد. طب ما هو ممكن ياخد براءة. براءة ايه يقبل انت؟ الأضلة كلها ضده، انسى. البراءة ايه؟ محكمة! حكمت المحكمة حضورياً على المتهم رضا عبد رب الشنديدي بالسجن لمدة 15 عاماً مع الشهور. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. راضي يا رب بكل اللي تدهولي. الحمد لله رضا، قلب أمك يا ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش، إن شاء الله هتطلع برا. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. رضا حضرتك أستاذ. فندم. أنا أخو رضا اللي حضرتك لسه مترافع عنه. أنا كنت عايز أسأل سيادتك، هو مين وكل حضرتك؟ لا مش هقدر أفيدك في المعلومة دي. مش هتقدر إزاي؟ طب عشان بس نشكره. هو طلب مني وبشد لأن أنا ما أذكرش اسمه، وأنا بحترم الرغبة دي. بعد إذنك. شكرا عامة يعني. فكوني بقى، انا عايز اعرف انا فين. طب انا لوحدي في المكان ده ولا في حد معايا؟ السلام عليكم يا رجاله. مين اللي قال لكم تعملوا كده يا بهايم؟ ما يا معلم تعال فوقكم. الحمد لله على السلامة يا رضا. رضا؟ أنت تعرفني منين؟ وأنا فين أصلاً؟ المعلم سلطان بيمسي. سلطان؟ آه، كان عاملها لك مفاجأة لما عرف إن أنت متضايق علشان موضوع صابرين مراتي. وأنت كمان تعرف صابرين مراتي؟ سلطان حكى لي على كل حاجة يا رضا، وهو اللي مدبر العملية دي كلها. واضح إن أنت تعرف عني حاجات كتير قوي، بس أنا لغاية دلوقتي بقى معرفش اسمك حتى. آه صحيح.
انا نسيت اقول لك انا مين. انا سليم اخو المعلم سلطان الصغير. تعال يا رضا. تعال يا حبيبي. تعال. ولما هو المعلم سلطان بسم الله ما شاء الله ربنا كرمه وعنده الرجاله دي كلها، ما هربش هو ليه؟ ويهرب ليه؟ ما اللي بيعمله بره بيعمله جوه. وبعدين يعني اللي فاضل له كلهم 6 أشهر، ما يستاهلش ان هو يهرب علشانهم ويقضي بقيه عمره في الضلمه. يقوم يهربني انا واعيش بقيه حياتي في الضلمه؟ عشان تلحق موضوع مراتك ده. وبعدين لعلمك بقى انا عامل لك مفاجاه هتبسطك قوي. مفاجاه ايه؟ مالك كده خفيف، خليك تقيل، ده الصبر جميل. دلوقتي توصل. ايه وصلت اهي. اوعى ايدك سيبني بقول لك. اوعى تاخدني على فين. ثانيه واحده ثانيه واحده. صابرين رضا. رضا صابرين رضا. انا انت اجدع ست انا شفتها في حياتي، ومن النهارده عمري ما هسيبك تاني. استنى بس يا رضا يا رضا يا رضا، حرام عليك، طب فهمني انت رايح فين. ما انا لازم احاول يا صابرين. تحاول ايه بس يا رضا، احنا في ايه ولا في ايه؟ يا بنتي افهمي، الايباد ده مش هيساعدني بس في موضوع الدكتور شريف، ده ممكن يعرفني كمان مين اللي ورطني الورطه السوداء دي. طب وانت هتروح ازاي بس يا رضا؟ انت ناسي ان البوليس بيدور عليك وقلب عليك الدنيا؟ هتصرف يا صابرين هتصرف. طب افرض اتصرفت ووصلت المستشفى، تقدر تقولي ازاي هتدخل للدكتور شريف؟ انت ناسي ان عليه حراسه. ما هو في هناك هناء زميلتي، يعني اعرفها من زمان، ما انت عارفاها، كنت بفكر اكلمها. والله هناء هي مش دي الحب الاولاني؟ جرى يا رضا؟ انت حنيت ولا ايه ظروفك؟ يوه معقوله يا صابرين؟ شوف انا بقول لك ايه وانت بتقولي ايه؟ ما انا حكي لك على كل حاجه قبل كده وقلت لك انها طلعت عبيطه. مش هتروح يا رضا يعني مش هتروح؟ يعني انت عاجبك اللي احنا فيه ده؟ خلاص لو قررت انك تروح يبقى رجلي على رجلك. مش هينفع يا صابرين، لان هي لو شافتك مش هترضى تعمل اي حاجه، ما انت عارفاها كويس. خلاص يبقى هستناك بره. هتستفيدي ايه بقى ساعتها؟ ما انت يا اخويا هتفتح الموبايل عشان اسمع كل كلمه وكل حرف زي ما عملت معايا وانا عند شكر الغياتي. هي حصلت يا صابرين؟ حصلت يا رضا. وبعدين ممكن افهم انت هتجيب الايباد ازاي؟ ما هو فهمي اكيد متراقب، يبقى مش هتعرف تقابله بالسهوله دي. والله عندك حق. طب هنعمل ايه يا صابرين؟ بس احنا بقى نقعد ونفكر ونمخمخ كده نشوف هنعمل ايه عشان ما نروحش في داهيه. ايه يا بنتي اتخضيتي ليه كده؟ انا رضا. معلش متوتره شويه بس. انا مقدر موقفك، بس والله لولا ان انا شاكك ان فهمي متراقب انا ما كنتش حطيتك في الموقف ده ابدا. مش وقت الكلام ده دلوقتي. انا بجد مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني على ايه؟ احنا اخوات، انا زي فهمي بالظبط، ولو عوزت اي حاجه تانية من فضلك قول لي. كتر خيرك يا امنيه. مش محتاج حاجه؟ لا كده خلاص، اللي جاي كله بتاعنا بقى. يلا سلام. خد بالك من نفسك. ان شاء الله. كل ده اسكت 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 يا رضا، انا مش قادره اتلم على نفسي. لا 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 ابوس ايدك اتلمي على نفسك بسرعه لحسن تبوظ لنا الخطه كلها. ايوه بس انا لحد دلوقتي انا مش عارفه انت عايزني اعمل ايه. لا الحكايه بسيطه خالص خالص، اهدي بس كده. انت هتاخدي الايباد ده وهتخشي عند الدكتور شريف وهتفتحيه ببصمه ايديه، وبعد ما تفتحيه تغيري الباسورد بتاعه. هتعرفي تغيري الباسورد؟ أكيد طبعًا، ولا أنت فاكرني جهلة؟ يا ستي لا جهلة ولا حاجة، والله ما بتريق عليكي، أنا البتاع ده معايا أصلًا بقاله كتير، معرفش إنه بيتفتح بالبصمة غير من يومين. أنا برضو مش فاهمة، عايز تفتح البتاع ده ليه؟ وإحنا اللي هنقوله هنعيده يا هناء،
مش انا قلت لك قبل كده ان دليل براءتي موجود جوه الايباد ده؟ ايوه ايوه قول كده بقى. انت عايزني افتحهولك علشان تظهر براءتك وتروح جري للست صابرين بتاعتك؟ ده كلام برضه؟ وهو انت اللي يشوفك يفتكر صابرين ولا حد؟ ده اللي كل حاجه في حياتي، وما الحب الا للحبيب الاول. بتحبني بجد يا رضا؟ الا بحبك، ده انا بموت فيك. ده انا بيتهيالي ان انا ربنا وقف لي صابرين في سكتي عشان اعرف قيمتك انت وافتكرك. انت فين وهي فين؟ انا عارفه كانت عاجباك على ايه. والله انا نفسي مش لاقي اجابه للسؤال ده لغايه دلوقتي، بس تقريبا كده والله اعلم كانت عامله لي عمل. اكيد طبعا، هي دي حد يبص لها؟ دي حتى خنفه. يا ريتها جت على الخنفان وبس، ده عليها لسان يتفاد له بلاد. لا وايه، كشريه كده وبوزها شبرين وادمها ادم فقر بعيد عني. بقى انا كشريه ولساني طويل؟ وديني لو عليك يا رضا. الو الو الو، ايه ده؟ ايه ده يا رضا، في ايه؟ لا ما فيش، بس ساعات بتجيلي نغزه كده يعني. ما تشغليش بالك انت، خلينا في موضوعنا. عارفه يا هناء، انا طول ما انا مع صابرين ما بفتكرش غيرك انت وايامنا الحلوه بتاعت زمان. يا ترى فاكراها؟ ايه اللي فاكراها يا رضا؟ ودي حاجه تتنسي؟ طب ده انا عايشه عليها طول الوقت، وكنت حاسه انك في الاخر هترجع لهالنقطك حبيبتك. وديني رجعت، رجعت لك بس بعد ما عرفت قيمتك يا عمر. رجعت المايه في زورك يا بعيد. وديني اللي ابلغ عنك يا رضا واوديك في داهيه. هو انت لسه شفتي حاجه؟ اعملي بس اللي انا قلت لك عليه ولسه العمر قدامنا. ده انا هحريكي كلام. اه يا اخويا، ما هو انت مش فرح غير في كلامه بس، ما انت بقالك 7 سنين ما بتعملش حاجه غير انك بتتكلم. حاضر حاضر، استنى بس شويه صغيرين، ثانيه واحده ثانيه واحده هروح وارجع لك. بقول لك ايه، تعالي. امال انت رايحه تعملي ايه؟ طيب ده اهم حاجه ده. طيب خليك. ها حاضر، ثانيه واحده برجع لك. حاضر رجع لك. هناء. نعم. اللي انت بتعمليه معايا عمري ما هنساهولك طول العمر. بحبك يا رضا. وانا بموت فيكي يا روح قلبي رضا من جوه. انجزي. يلا. ايه يا صابرين؟ في ايه؟ كنت هتوديني في داهية. حبيتك اقرب منك ليها. جرى ايه يا صابرين؟ مش لازم اسيرها عشان الموضوع يمشي؟ ايوه تسيرها يا رضا، بس مش للدرجه دي يعني. حاضر حاضر يا صابرين، ادعي انت بس ربنا يكرمها وتقدر تعمل كل اللي احنا عايزينه. ماشي يا رضا ماشي. على فين؟ داخلات دي الحاله حقنة، بس مفيش ادويه لسه. عادي، انت هتعرفنا شغلنا يا جدعان. تعالى الدكتور كاتبله على حقنة غير الأدوية الأساسية. طب خلاص بالراحة، أنا بتأكد بس. اتفضلي. الله ينور عليك يا هناء، بجد الله ينور. يعني عجبتك يا رضا؟ اللي عجبتيني، ده انا كنت هتجنن. يا نهار اسود ومنيل، في ايه يا رضا؟ ده في بلاوي سودا هنا يا هناء. رضا حبيبي، اتاخرت كده ليه يا رضا؟ صابرين. اه يا حبيبتي الخنفه، انت ايه اللي جابك هنا يا صابرين؟ لا انت ما تعرفيش يا هناء، مش انا ورضا رجعنا لبعض يا حبيبتي. اه صحيح، ده انا نسيت اقول لك، مش انا معرفتش افك العمل. اه يا حبيبتي معلش والله، اسمه غلبان قوي، بس انا عامل العمل على قلبه. اه طبعا طبعا يا حبيبتي في قلبي، وانا اقدر استغنى عنك. طب يلا يا بيبي عشان اتاخرنا قوي. يلا يلا يا روح. اه بالك بقى يا هناء.
ترجعش كده يا خويا ان شاء الله. باي باي يا هناء. ميرسي. يا ولاد الكلب، وسمعتيهم بودانك يا ناديا؟ وهتجنن، ومن ساعه ما سمعتهم وانا مش مصدقه. انت متاكده انك سمعت صح يا ناديا؟ انا متاكده يا دكتور من كل اللي سمعته، واول ما سمعت جيت اقول لكم على طول. انت ما تعرفش ده كان غالي علينا قد ايه. فيك الخير يا حبيبتي، بس الاتنين دول بيعملوا في ابني كده ليه؟ عالم سو، ورضا طول عمره واقف لهم زي اللقمه في الزور. قالوا نخلص منه بقى. من كل الله يا بعده. طب وانت ما بلغتيش البوليس ليه؟ ما انا كنت بفكر في كده، بس قلت اكيد هم هينكروا، وخصوصا ان انا ما فيش في ايدي دليل، ومش بعيد ان هم يمسكوا الحاجه كلها ويتوهوها، او ممكن يحرقوها ويتخلصوا منها. يا دكتور عندك حق طبعا. فرماه وشوق الكلب بتاعه، هم اللي ياما عملوا في اخوك لحد ما رموه في السجن. انا جيت وبلغتك، وحق رضا دلوقتي يا دكتور بقى في رقبتك، ولازم تجيبه. مساء الفل يا عم محمد. ملكوا سعيدة يا رجالة. في ايه؟ في ايه؟ انتوا مين؟ شوقي، شوقي، فوقوا. ازيك يا شوقي؟ رضا، انت حاسبني يا رضا؟ دي برضه مقابلة تقابل فيها حد من زمايلك. أنا ما عملتش حاجة يا رضا. ومين اللي قال إن أنت عملت؟ طب أنا عايز مني إيه؟ عايزك يا شوقي تحكي لي كل اللي أنت تعرفه وبالتفصيل الممل. ما أعرفش حاجة، وما عملتش حاجة، وما عنديش حاجة هقولها. يبقى أنت كده يا شوقي حكمت على نفسك بالموت. انت ما تقدرش تعمل حاجة يا رضا. مين قالك ان انا ما اقدرش؟ انا اصلا راجل مسجون واخد 15 سنة، ومش بعيد بعد حكاية الهروب دي يبقوا اعدام. تقال يعني مش هنخسر حاجة لما نقتل واحد كده فوق البيعة. لا يا رضا، تستني يا رضا، انا ماليش دعوة، ماليش دعوة يا رضا. فرباوي، فرباوي هو اللي دخلك السجن. انا يا دوب كنت بساعده، والله ما عملت حاجه. نزلني يا رضا، ابوس ايدك. خلاص 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 بس بس بس. انت ايه، هتقولهم لي بسرعه ولا ايه؟ لا 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 لا، تهدى. انا عايزك تهدى خالص كده وتاخد نفس وتحكي لي من الاول، من الاول خالص بقى. يلا قول يا شوقي. أنا وفرماوي استنيناك لما نمت، بعد كده دخلت واتسحبت من غير ما تاخد بالك. أول حاجة عملتها قفلت التليفون علشان محدش يرن عليك وتقلق. بعد كده فتحت الدرج، خدت المفاتيح، اديتها الفرماوي وعمل عليها نسخة.
بعدها دخلنا مخزن الأدوية وخدنا كل الأدوية المخدرة اللي موجودة. وتاني يوم على طول فرماه وداني الحاجة في كيس ومعاها الفلوس، طلعت الشقة اللي انت متجوز فيها. دورت على أوضة النوم بتاعتك، وحطيت الحاجة فوق الدولاب علشان نضمن ان البوليس يلاقيها. هو ده كل اللي حصل. وانا المفروض اصدق اللي انت بتقوله ده؟ هي دي الحقيقة سيادتك. يعني اللي حاولوا يقتلوا دكتور شريف هما اللي لبسوا قضية الرضا عشان يخلصوا منه، والناس دي على كلامك انت مش ناس عادية، دول مافيا كبيرة. صح يا ابني؟ مافيا كبيرة. انت قلت كده ولا انا ببلع عليه؟ أيوة مافيا كبيرة. صح ايوه ايوه ايوه, أيوة. والله يا دكتور فهمي دي قصة هايلة، لا وخيالها حلو، بس ملهاش اي لازمة عشان مفيش دليل. انا رأيي سيب الطب واكتب قصص وروايات هتبقى هايلة. لا يا فندم، ما انا جاي ومعايا الدليل. اتفضل. ايه ده؟ ايباد. انا جمعت لحضرتك كل المعلومات المهمة في فولدر اسمه رضا. الايباد ده يا باشا بتاع الدكتور شريف، كان سايبه الرضا واحنا ما كناش عارفين نفتحه. لما فتحناه لقينا فيه معلومات مهمه جدا ممكن تساعد حضرتك انك تقبض على العصابه دي. الاهم بقى يا باشا ان احنا اكتشفنا ان الدكتور شريف حاطط كاميرات سريه في بيته كلها متوصله على ابلكيشن موجود في الايباد ده اسمه هوم سيكيورتي. حضرتك لو دخلت عليه هتشوف كل حاجه حصلت يوم الحادثه. ليله الحادثه يا باشا ابي رضا كان عند الدكتور شريف وقعد بيحكي له على كل البلاوي اللي بتحصل في المستشفى. هم قاعدين الجرس ضرب. ثانية واحدة يا رضا. قام الدكتور شريف يشوف مين وساب رضا. بيفتح الباب لقى سلامة اللي شغالة عنده واقف قدامه. سلامة؟ وراح ضربه بالنار في المسدس بتاعه بس كان مركب كتم صوت. بعديها راح داخل وحط المسدس كاميرا عشان خاطر الموضوع يبان ان هو انتحار فمحدش يشك فيه خالص، بالذات بعد شهادة الدكتور رأفت. انما بقى لسوء حظه ان ابي رضا كان موجود، وطبعا المعلومه دي ما كانش حد يعرفها. ايه اللي حصل؟ والحمد لله ان ابي رضا كان هناك ولحق الدكتور شريف، وطبعا الباقي يا باشا سيادتك عارفه. يا نهار اسود، البتاع ده فيه معلومات تودي الناس دي في 60 داهيه مش داهيه واحده. انا دلوقتي عرفت ليه كانوا عايزين يخلصوا من الدكتور شريف وليه كانوا مرعوبين من اخوك رضا. بس كده في مشكله برضه يا فهد، كل القواضي دي ملهاش دعوه بقضيه رضا. يعني حتى لو قبضنا على الناس دي اخوك رضا هيفضل مسجون، مفيش دليل براءه نعرف نطلعه بيه. ما ده الموضوع التاني اللي انا جاي لك عشانه يا باشا. ايه يا عم فرماوي اتاخرت كده ليه؟ شوف انا جيت اول ما انت كلمتني اهو. المهم الراجل ده تقيل تقيل يعني. امال ايه؟ بص حواليك وانت تعرف، انت مش شايف ولا ايه؟ لا شايف، باين عليها شغلانه سوء. هذا شوي تلميذك يا عمنا، بس براعيني. لا تقلقش، ده تستاهل كل خير. فين المشتري؟ هناك اهو. تعال. هو ده؟ تعال. فرماوي وصل يا طويل العمر. يا هلا يا هلا يا هلا فيك والله يا عرباوي. لا فرماوي، سعادتك فرماوي. عرباوي دي عدم المؤاخذه عندنا اغنيه يعني. ترى عرباوي ليها لون ومعنى، لكن وش هذه الصرماوي؟ مش صرماوي، فرماوي. وبعدين فرماوي دي جايه من
ما علينا. يا عم انجز وده وقته، فين الحاجة خلينا نخلص؟ يا عم الحاجة ايه؟ ايه انت مستعجل ليه؟ اتفضل سموك. تراويش هذه المكتوب؟ لا دي حاجات خاصة بالشغل عندنا. خاص مستشفى الشعب العام، وايش هذه مستشفى الشعب العام؟ وتفرق مع سموك؟ لا. لكن تفرق معانا احنا يا فرماوي. ايه ده؟ لا لا انا مش عايزك تتخض ولا تتفاجئ، ده البوليس مش اكتر. رضا يا باشا الحمد لله انك جيت على غفله، اهي الحاجه دي مش بتاعتي مع شوق. اهي انت لسه فيك نفس تكذب يا فرماوي؟ على فكره كل اللي حصل ده اتصور صوت وصوره، ومش هنسالك نزيع ولا لا لان احنا خلاص زعنا وفضحتك بقت بجلاجل. هتنورنا يا فرماوي، خدوه منك لله. رضا خدوا ده كمان. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. شفت بقى اشرف ليه؟ اهو اللي انت شفته دلوقتي ده هو التمثيل، لكن اللي كان حاصل قبل كده كان حقيقه. رضا كان حقيقه يا باشا. ويا ترى بقى عرفتوا مين هو الكبير بتاع الليله دي كلها؟ عرفنا، عمك فاضل الشمديدي. بس ما تقلقش، زمان امر النيابه بيطلع دلوقتي عشان نقبض عليه هو وكل البرتيت بتاعته. مبروك البراءه رضا، ولا اقول لك يا طويل العمر؟ لا انت بتهزر يا اشرف بيه، وانا اصلا زعلان منك معلش يعني. خلاص بقى رضا قلبك ابيض. لا 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 مش خلاص، لان انت صدقت عليا حاجات وانا مش بتاع الكلام ده وانت عارف. خلاص يا رضا حصل خير خلاص. يا اشرف بيه احنا اللي بينا ما كانش شويه. هو ايه اللي بينا اللي ما كانش شويه؟ حد يسمعك يا ابني يفهمنا غلط. خلاص يا رضا. لا انا زعلان فعلا. ما خلاص يا رضا خلاص. تمام يا فندم.